الشوط الاولى الاهداف لمن ستكون يا ترى اولى الاهداف؟ تعود الكره من جديد حسن الاقصى، حسن الاقصى عمليه المرور ممتازه بين لاعب الزوج لم يكن مناسبا عموما. تعود من جديد الكره من صالح سيسونا في داخل منطقه العمليات، البحث عن التصويب لكن لم يقل الحكم اي شيء. تعود من جديد هذا حسن الاقصى فريق اتحاد المحمدي، البحث عن المرور، البحث عن الانطلاقه. الكره اماميه الان، خطا في التواصل ما بين اللاعبين، كيتسغلوا حسن صاص هز مباريات تكتب غالبا ما تلعب على جزئيات بسيطه على اخطاء بسيطه خروج الحارس نبيل والتدخل للمهاجم راس حسن راس خطيره خطيره مراوغه الحارس البحث عن التصويب محاوله من حسن والتدخل للحارس رائعه. الامور هناك هل تحمل جديد؟ ونحن نتابع هذه اللقطه الماضيه خروج الحارس حسن طلاس كاد ان يسجل الهدف شيخ معي تراوغت اللقطه الاولى والثانيه تالق ايضا للحارس لان شيخ معي رد الفعل وايضا طريقه المتابعه للكره ممتاز نبيل بركاوي صوره جيده وايضا طريقه رائعه في المتابعه مثل هذه عن طريق اللاعب هو اللاعب محمد الصحفي احدث جيده حتى على راس المرمى ممكن تخطيط تحضير للاعب المرمى غير محظوظ غير محظوظ هذا اللاعب الذي افنى على مؤهلات كبيره كبيره وكبيره جدا. شاهدوا معي امكانيه الانطلاق امام مجموعه من اللاعبين كره ملعوبه امام لاعبي فريق شباب فريق التسليمي الاول الثاني الثالث الدخول والتصويب والحارس الغادر ايضا النتيجه النهائيه حسن الاقصى البحث عن التصويب والكره الاماميه والقائم ينوع على الحارس تصويب رائع لاعب ممتاز مرات قضيه كبيره اذا اللاعب او العنصر المضيء فقط في المحاوله يمكن نقول هو حسن الاقصى شاهدوا معايا الزاويه 90 استخدم الكره بالقائم تهي ممتازه 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 لاعب مميز كره ملعوبه تحضير من الجانب لاعبي فريق الرجاء الرياضي السليماني تبريك كره بالراس ممتاز من الحارس الذي يستضيف الكره التصويبه من جديد والسلام على مباراه اليوم لا فرق بين الشباب المحمديه والرجاء الرياضي لكن المتعه في 90 دقيقه في اداء اللاعبين في فرجه المدرب السيد وري ميشيل اختار عدد اقحام الصالحي واخترع ليحقق هو الاخر التاهل لدور القادم من خلال انتصاره بهدف واحد مقابل الشيء. مباراه الذهاب هناك في جنوب افريقيا ونحن رعينا بالمحاوله الخطيره. كره ممتازه كره ممتازه ملعوبه بالشكل السليم حمل نيات الجماليات وايضا روعه الاداء من النسور التي تبدع ولكن في الاخير هناك التخطيط ايضا اذكر ان المباراه الثانيه كانت فيها الفوز على حساب فريق الراسينغ البيضاوي طبيعي تعود حمله مرتده مضاده لصالح فريق الدفاع الفريق الرجاوي كره ملعوبه باتجاه نجدي نجدي يتحول الى خط الامامي دخول داخل منطقه العمليه كره الاضواء الكاشفه تبقى ستكون على موعد الرجاء كما قلت بانه ثلاث دقائق فريق الجيش الملكي في الجهه اليمنى تحول الجهه اليمنى وراس فلاح ثاني فريق الناقد ثاني هذه النقطه هي الفصار تبين الخطره والبحث الكره بصدر بطريقه جميله ولكن الحاج كان في المكان المناسب حسر الكره بصدر طريقه جميله دائما تغطى الان حسن الاقصى كره بصدر لمن يهتم في اماميه ولكن الحاج كان في مكان مناسب محاوله حسن الاقصى كيقول بانه صعب عند الملامح بانه حسن الاقصى جاب من وراء اللاعبين لان هذه تبعو الان تسديده على الاخيره ذكي ذكي عن صلاح الباركي بسرعه الان كيف محاوله محاوله من خطا فريق شبري بن حسامين احد اللاعبين اللي غيهدوا بشكل قوي دفاع فريق الرجاء البيضاوي الاص الان الاص كينتظر المسانده بالفعل كيصعد لاعب فريق شبري بن حسامين كيرفع الاص
تصل الآن للشيبي الشيبي الآن يحاول خيانة هذا الهجوم ويحصل على تماس التماس الذي يخفف من العبء شاوري الحسني في انتظار أن يباغت دفاع فريق شاوري الحسني من خلال محاولاته ونور الضيفي يخطر يتيم يخطر يتيم الآن ضغط الأنف الشاوري لكن هناك خطأ لحق الغراس الجنوبي وحيد امتياز عند اللاعب سامبا سامبا عند اللاعب أراس عند أراس عند اللاعب علي السراج تمريره جانبيه جميله جدا اوه الحسن كره تطمت بحائط صد هو اللي بعد من طرف الدفاع كره لفائده اللاعب حسن أراس في الجهه اليسرى أراس يحاول احتفال بالكره يراوغ محاط يعني رقابه رسيخه من طرف مره اخرى أراس محاولة خطيرة شرط كان هناك خطأ فادح في التوزيع الدفاعي صفر لمثل هذا الجولة الأولى دائما صفر لمثل حسن أراس هجمة الآن جميلة لم تكن متميزة أكلاسي أكلاسي شكرا من جديد في دفاع الأولمبي الليبية أيمن بدنيا لم يكن الاولمبي البيجي في افضل حالته بالمقابل فان فريق الكولومبيا الرياضيه كان قريب المضاعف سعد بكير ثم زين العابدين السويسي والكره ترجع لكولومبيا ممتازه كذلك التمريره ما فماش تسلل وامكانيه التهديف والحرس هذه الامانه العمليه من المغربي حسن الاس عطى كره في طبق نجم نقولوا السيف ترجع الكره للملعب الجيبسي ولكن اسكندر مجبورة يقطع الكرة وحسن ألاس يلعب الكرة مع اسكندر الشيخ ترجع لحسن ألاس اللاعب توق الملعب الجيبسي والتدخل والتماس لفريق الجومبالي الكرة في القرن يمشي لليمين ماشي محدش للكرة للهجوم الجولمبالي الرياضية والهجوم والمخالفة المخالفة لكل الأحكام يعني شباب اسمه تراشي العفيشي في الهجوم على الفار يا طيب يرد نفسي عفيشي 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 سدو مازالت سرعة كرومبيا الرياضية تمشي مباشرة باتجاه سيد الدين الجنبي
سيد الدين الشلبي يلعب كرة مع حسن ألاس المغربي مطالبة بنفس التدي. شوفوا العملية من حسن ألاس والكرة كيفاش غربت، الكرة غربت في فهمي بن رضوان اللاعب السابق اللي حمام الأنف يلعب كرة. طب ترجع لصالح قرنبيلي الرياضية قاعد ينبه في مهدي الرصاصي عدم ترك الثغرات قدام سيف الدين الجربي. واليوم متقدم هدفين مقابل صفر بفضل هشام عباس وعلي من جديد لصالح قرنبيلي الرياضية. نعيش الوقت البديل كرة في منطقة الجزائر، ناسي سدد الكرة بعيدة، تبقى لقرنبيلي الرياضية من جانب حسن ألاس المغربي. ألاس يرجع كرة تخرج طويلة لترجيح الفائز والترشح للدور القادم الدور الثمانيائي، ولو أنه مثل ما ذكرنا الاهتمام تكون مشوقة، إن شاء الله تكون الفرجة موجودة لأنه الفرجة لا تكون أيضا ملة بالأهداف في غياب، ستكون شاقة جدا وطويلة ومضنية بالنسبة للفريقين. ياسر شعباني في هذه الكرة حاول المراوغة على طريقة كبار المهاجمين لكن كادت أن تفلت منه الكرة حارس الحريقة في هذه العملية. الكرة لقرنبيلي حسين بن ضيف، حسين بن ضيف ما زالت العملية في منطقة وسط الميدان، حسين بن ضيف يحاول يلعب واحدة اثنين، توصل الكرة اسكندر الشيخي، مهدي ماهر عمر في منطقة الجزاء في محور الدفاع، محمد أمين عمامه في محور دفاع الحريقة بلمسة واحدة، حسن ألاس خرجت كرة تماس